ولنقاش الهجمات التي تستهدف قوات النظام وتطورات المشهد السوري عموما، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي السوري الأستاذ أحمد كامل. أهلا بكم أستاذ أحمد. مرحبا. كيف يمكن قراءة الهجمات المستمرة على قوات النظام في عدة مناطق لاسيما في البادية، ومن يقف وراءها برأيكم؟ جهات متعددة، هناك قوى المعارضة السورية الديمقراطية، وهناك أيضا يقال هجمات من قبل داعش، وربما هناك أيضا طرف ثالث، تصفيات ما بين القوى الموجودة في سوريا. تعلمون بأنه يوجد في سوريا 10 جيوش أجنبية، وهذه الجهات العشرة الأجنبية في تنافس وفي تسابق بيناتها، وأحيانا تصل الأمور إلى هذا المستوى من الصدام. المشكلة السورية لم تحل مطلقا، لم يحل ولا شيء من جوهر المشكلة السورية، وهي حكم الأقلية والحكم الاستبدادي. النظام يتوهم بأنه يستطيع باستخدام القوة وباستجلاب قوى استعمارية، قوى احتلال أجنبية، لقهر لمزيد من قهر الشعب السوري، يحل مشكلة الحكم الأقلوي والحكم الاستبدادي، وهو طبعا واهم جدا جدا. إلى أي مدى يقف النظام رغم المساعدة الإيرانية والروسية؟ يقفون عاجزين عن الحد من هذه الهجمات، وما انعكاسات هذه الهجمات على الصعيدين الميداني والعسكري؟ مستحيل أن يستطيعوا وقفها، يعني لا يمكن، لم يحصل في التاريخ كله أنه قهر شعب بالقوة أجبر على قبول أن يكون عبدا، وخاصة إذا كان ذاك معنى هو طعم الحرية. يستحيل أن ينجحوا، يستحيل، وخاصة كما قلت هناك تعدد في الجهات الموجودة في سوريا، 10 جيوش أجنبية، الجيش الإسرائيلي، الروسي، الإيراني، اللبناني تبع حزب الله، والكتائب الشيعية العراقية والأفغانية والباكستانية، والجيش التركي والPKK وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، كل هؤلاء موجودين في دولة مساحتها متوسطة أو حتى صغيرة. سوريا ليست دولة كبيرة جغرافيا، فهذا كله يجعل من المستحيل أن يحصل استقرار في سوريا، مستحيل. ما تجدد هذه المواجهات بين المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية في عين عيسى؟ إلى أي مدى نحن اليوم أمام مواجهة مفتوحة بين المعارضة والنظام في إدلب من جهة، والمعارضة وميليشيا سوريا الديمقراطية من جهة أخرى؟ لا أتوقع أنه يكون مواجهة مفتوحة، حرب مفتوحة، وإنما يعني نزيف دائم ومواجهات دائمة لا تتوقف، لأنه لا يوجد حلول، لا يوجد نهاية لهذه الصراعات، كلها جروح مفتوحة، وهذه الجروح المفتوحة من وقت إلى آخر تنزف دما. لا أتوقع مواجهة مفتوحة. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي أحمد كامل، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.